السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نعملوا تجربه استماعيه، شكون اللي غادي يدخل امام. السلام عليكم خايب اخوك، شي مزيان باقي جالس هنايا؟ دابا شي حاجه بسيطه، ياه دابا انا نتحرك الخدمه، خصني نجي واحد القناه، انت واحد الامانه اذا تخليها عندي. وفاش غيجي؟ 5 دقائق غيدا. متاكد؟ اه صرا ما نقدرش نضمن لك شي حاجه. ياه لا شي 5 دقائق ما يتعطلش. دابا هو واجه عندك النمره ديالو ولا شي؟ اه عندي النمره ديالو. هذا دابا هذه الامانه مرحبا بك. صفر 35 كنت كنتوقع انه ما يبغيش ولا غادي يخاف ولا غادي يقول لك لا انا نتحرك من هنا. يدن من؟ اه محمد، انا اسمي محمد واسمي سفيان. صافي الله يرحم والديك هذا، الله يرحم والديك. دابا داك الساق تبقى لي بالامانه. اجي نقسموها والله فرقنا بلادنا. فرقنا بلادنا. هما الذنوب كان نديروهم وما فرقنا بلادنا. شنو نديرو بها نعملو؟ شوف شوف شنو عندكم، خليك تما شي حاجة عندك غرق. خليها ان شاء الله. ها؟ تيجي شي قناة والأمانة يدي أمانتها. ولا كنخلي لك تما شي حاجة من غير فلوس، بعد فلوس ونقسمو ونمشيو حالنا، ولا كنخلي لك تما شي حشيش. راني السخرة بمولاه، يجي مولاه عطي أمانتها. هذيك خانة حرافس لي معاه، ما خلي سمع من سمع. عايز بتبات واه يشوفوا شنو تم شي شي ديالو، فهمتي؟ ماشي ديالي، ما عنديش الحق انا اللي مشي باقات فيها. اذا اللي كان تما شي 5000 درهم 2500 فلوس راه ديال مولاه. الا كانوا فلوس بزاف نديوهم ونقسموهم الحوايج ديال العيد جلابه. دابا شحال 70 الف فلوس حرام، بحال الحرام بحال الحلال. دابا بحال الحرام بحال الحلال. دابا بحال الحرام بحال الحلال. الله يا اخي كتعرف الفلوس ذنوب ذنوب ديال الفلوس حرام شحال خايف الناس عليه. ودابا انا اللي كان جا عندك كنت قسام سمعت اخاي. الله يهدي الجميع. انا نقسم انا ما كنتش عند اليوم. لا تشبر خواتينا بيدك، حضرتي الرزق نقسمه بجوج. اخاي الرزق ماشي ديالي، الرزق ديال الله وديال موالينا. ما خلي سما قصلو مهما كان، برافو ليلو الصراحه. ايوا دابا هذيك خانا حنا باش نعرفوا عايجي ولا ما عايجيش. انا ما عايجيش. واش ضربتوني عليه ولا شي حاجه؟ ما جاوبك شي صافي يعني رجعوا حلال عليهم. اذا ما كان شي ما مشي حلال علينا، حلال الفقراء بزاف. اه حنا وحنا بيدنا فقراء الخاوة. الله يا اخي ودابا الا كان بحشيش ولا شي حاجه الغابره تما والي ماشي ديالي. ولازم نشوف شي وما خشيش راسي. ولازم مخزن نجبر لك تما الحشيش تمشي انت مغرق. اخاي اش غندير؟ هذا هو غندي فيها الاجر فيها خير. وا تمشي للحف تطلب الاجر طبيعي الحال كلشي فيه خير. اي شوف شوف دابا ما عندي ما نشوف وحنا نشوفوا واش اللي عنده تم. وا تينا راسك قاصح الخاو ماشي ديالي، بركان ديالي كنت اخاي نقسم معاه ندير معاه كل بغيت تاخذ الامانه ديال موالين. عاد حنا ما لاش شبرنا لا كاميرا لا والو. لا والله هذا دابا تنسينا صاحبي. كاميرا الله الله كتبقى صاحبي. واش دابا واش دابا عاد تقارن كاميرا عباد الله مع الله سبحانه وتعالى؟ راه فرق كبير اصاحبي. وهنايا كيبان الواحد التربيه، يعني التربيه هي اللي عندها الدور كبير في هذه الحياه هذا. اذا كبر ابنه على على القناعه على الاحترام، هذو هما اللي مهمين. شي حاجه يا اخرى كتقيم مكتمل الحياه وصافي. فاين بنادم ما تخافش من الله. وحنا نمشيو نصلي ونقولوا الله يجعل مغفره الذنوب ونصدقوا منه ونصدقوا منه. بحال اللي عاد تاخذ فلوس تقمر تقول شي تحج بهم ياك. هذيك ما كتبقاش بحال هذيك. وصوني. على الله يا ربي ما جاوبكش، يا ربي ما جاوبش ما جاوبش وقسموه. لا والو شوف فطروا احسن فطر اليوم اخاي. ما قسمهمش يبقى عندي النمره ديالو حتى يجي الوقت ونعطيها له. هو تفاهم معاني في 5 دقائق وانا مبقى نمشي معاك انا نحس واش الله يا اخي. السلام عليكم خاي سفيان. خي انا خلى لي سي محمد واحد الامانه ديالك. انا تحت قدام محكمه استئناف. قول لهم قول لهم يجيش. خلاهم ليلي انا كنتسنى صافي. المهم انا كنتسنى غير ما تعطاش بزاف وصافي مشغول شويه صافي صافي. انا كنتسنى يلا الله يعاونك. الله يسلمك.
انا عملت سي منظر مثلا على هذا الخاف انت كديك ماشي منظر حق انا ما بيني وما بين الله اخي ما باغيش ندير حرام بلاتي انت ديتي الفلوس انت ديتي معاهم البنوك عاد دابا انايا عاد ضربت تدافني غتكون اخر خويا اصلا غنموتو يا نموتو غنموتو ولكن غتموت على الدم ودابا كتفكر بعيد نسي راه نفكروا دابا قرابي اسمع ملي كتعيش دابا باش نجيك باش تفهم شويه حاجه واخا انا صاحبي كنعرفو يلاه بعيد عام شهر 8 كان هو كيتعنصر هو واحد صاحبو كيتعنصر هيدا شويه في الدار الضحك قال تبعو من الشارج مطاحني يلاه يلاه شهر 8 افضل هيدا بلا ما زال الموت اقدر ما تعرفش فوقاش تقدر تموت الله سعد رمضان هذا تاع الله هذا قدر السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الله عليك. برافو ديالي تبارك الله عليك. شنو اسمك الله؟ أمجد. أمجد. أحلى أمجد في العالم. تبارك سي معنا واحد التجربة اجتماعية. موقع طنجاوي. كتشوفها. راك كتشوفها. هبط الدجاجة سفيان. تبارك الله عليك أمجد. شوف أحسن أمجد. بصراحة واخا ما يوسوس لك شحال شايب نجلس قدامك شنو السبب اللي خلاك انك واخا وسوس لك ما خلاكش انك تقص من الفلوس واخا ما كتعرفني ما كنعرفك خاي صراحه الفلوس ماشي ديالي اولا ديال عباد الله امانه ديالهم ما انا الا رسول فلوس عطاهم اللي كان واجب لي اني نادي الامانه للموالين ديالها ما عنديش حق اني نعطيها لشي واحد اسم نقول لك الحشيش وكذا ديال ماشي ديالي ديال عباد الله فهمت حتى اللي كانت فيها الذنوب زعما ما عنديش حق انني باقاش فيه حيت ماشي ديالي فهمتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان صديق الامين اقتديو به وهذا ما كان واخا داك ما كان ما كتعرفني ما كنعرفك قلتيك فيها شي حاجه بحال قلت لك ياك شي حاجه داك الشيء توكلت على الله لا مسكين قال لي واخا نضرب عليها الحبس هانيه فيها خير كلشي فيه خير الحمد لله بي بحي امجد والله الى الراجل صايم صحه شكرا شكرا الله يبارك في الحياه لان كاين اي واحد تعطي مثلا الفلوس ونمشي تفوت التليفون على السيد ومشي دي ديك الفلوس ومشي بحال شو عجبني الرد فعل ديال والله العظيم تبارك الله عليك واش ما حني بزاف شكرا بزاف ماشي مشكل دوز معانا لا هاني الله يرحم والديك عطاك الله الصحه اللهم الله يتمم سالك صراحه تبارك الله عليك صراحه ديما كيخب الظن ديالنا في اي واحد يعني ما نثقش بهذا ما نعطيهش لا عطيتو ما يرد لي شي لا خلي سلو ما يعطيني شي الصراحه دائما النفس ديالنا كتمشي في الامور اللي جانبيه اللي ما اللي كتخليك ما تبقاش تعمل الخير السلام عليكم عمي بخير كلشي مزيان باقي جالس هنايا شحال شي نص ساعه 11 ربع ساعه تدي العصا مزيان دابا ناقصني شي الخدمه ترونسبور مشى عليا واحد امانه خصني خلينا واحد خانه هنايا وغنتعطل عليه غنخليها لك ونعيط نقول له نعت له على شنو لابس ها لا الامان واحد البركه ديالو هنايا عندك ديال الريح صافي جا الله يرحم والديك خليها انا نعيط له دابا وصافي وديك الساعه يجي عندك بغرط لافاز ياه هو اسمه ابراهيم وانا اسمي محمد لا هو يجيني هنا ديك الساعه انا نعت له عليك يجي عندك قول للرئيس لا ما تيهلوشي صافي حتى يقول لك محمد ابراهيم اسمه ابراهيم سيقول لك اسمي ابراهيم وانا اسمي محمد صافي جا الله يرحم والديك شكرا بزاف سمح لي الله يرحم والديك اللي عجبني فيه قال لي السيد شنو اسمه قلت له ابراهيم قال لي حتى نقول له حتى يقول لي ابراهيم يقول بان الامانه ديال محمد عاد نعطيها له قص 10 دقائق عاد مشينا لعندو من بعد ملي مشيت لعندو كنتفاجئ كان كيتسناني مسكين هو اللي عيط لي الصراحه في الاول ماشي انا اللي مشيت لعندو محمد ما كاين حتى واحد هنا يا خال لا ما جبرت حتى واحد الخاوه لا ما كاين حتى واحد واقف هنا لاباش وكلشي تخليها في وسط لاباش صح السلام عليكم انا عمو ديالي الحمد لله اي واحد صاحبي خلي لي واحد بركة ما قال لي شي واحد واقف ما جبرت حتى واحد واقف مباركه اي واحد بركة يا واحد بركة من دا قول فيها واحد الامانه هي فيها واحد الامانه نضاق فيها فلوس ايوا دابا انا قصت وخليها لي هنايا مع هو مشى يخدم معنا تعطر يلاه نزلني التاكسي ايوا مع هو قال لي تجبر واحد الراجل واقف قدام لاباش دابا كنقول له فين هاد الله ندبر عليا ندبر عليك يا عمو ديالي شنو مسمى ابراهيم هو انت هو شنو مسمى هو اسمه محمد
الله يرحم والدك. هذا هي واحد الدواء عشرة الوالده بوريه. هو بنادم برزقه وما ربحش. كاين. حسك يربح بنتاع الناس. عمر ولا تكفروا. كاين عندك الحق. ايوا. ما تطمع عمرك ما تطمع بنتاع الناس. دائما تطمع غير في رزقك اللي عطاك الله. سلام. يوم الصبر تربح. حسك دابا تشبر فلوس للناس. نتاع الناس غير تربح به. عمرك لا طلع ديرك مع الدين. هاد بصح. واخا ديلو 100,000 فرنك هذيك اللي جات قاطات وغادي يدور الدور غادي تجيبك غادي تخسر كثر من خسر من ديك اللي ديت. شوف النية تفقدت. بصح. النية والمعقول والصفا. ونبقى على من تسكر. بصح. ونسينا سمحنا بزاف والله يرحم والديكم شرفين بك الله يكثر من امثالك الله يرحم والديك سامعك دابا هادشي اللي تكلمنا عليه فقط جوج ديال النماذج اللي طلعوا انهم كيصونوا الامانه وكيحافظوا على الامانه وعطوا الامانه لاصحابها ولكن صورنا مع اشخاص اخرين اعطيناهم ديك الامانه وصيناهم ان السيد غادي يجي موراها ولكن كاين اللي حل شاف فلوس كاين اللي جبد منها كل واحد شنو يعمل كما كاين الخير كاين الشر كما كاين الامور الايجابيه كاين السلبيه اضطرينا ان كنا غادي ندوزوهم ونغطيو لهم وجوههم باش يعرفوا الناس بان كاين الايجابي وكاين السلبي ولكن ما بغاوش احتراما ليهم والحمد لله الامور دازت بسلام ودابا غنقول لكم هذه هي نهايه الفيديو تسناو الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله والسلام عليكم عواش مبروك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد